أول حاجة هنعملها إن إحنا هنحط الحليب والكريمة على النار. دي كده الكريمة، وبعدين هزود الحليب وأسيبهم لحد ما يغلوا. في الوقت ده هاخد البيض بتاعي وأحطه هنا علشان أنا عايزة أضربه بالسكر الأول، وبعدين هزود عليه نشا الذرة والدقيق. دلوقتي لما البيض اتضرب كويس مع السكر اللي هعمله ان انا هضيف نشا الذرة مع الدقيق. اوكي دلوقتي كده اختلطوا كويس، هروح اشوف الحليب والكريمة على النار، هجيبه دلوقتي واحطه على البيض كله، وبعدين وهو لسه سخن انا بس هقلبه بسرعه عشان يختلط بسيط، وبعدين نيجي لاهم حاجه في الكاستر بتاعنا النهارده ده اللي هي الشوكولاته. احطها استنى عليه اخليها تغطس كلها، استنى عليها دقيقه كده تبتدي تدوب لوحدها من الحراره، اهي ابتدت خلاص تدوب، انا هقلب عشان اخلطها كويس. لو في برضو شوية رغاوي ممكن أجيبها من على جنب كده وأخد من الحتة اللي ما فيهاش رغاوي وأحط في القالب، أنا بس مش عايزة أوسخ فهقلل شوية، بعد كده بأمسح الرخامة بتاعتي وأملاهم ثلاث أرباع. كده الشوكليت كاستر بتاعتي خلاص خلصت، فاضل اخر مرحله اللي هي ان انا ادخلها الفرن برضو على 150، وبعدين هحط عليها الميه السخنه وهي في الفرن علشان وانا بمشي ما احرقش ايدي. اجيب الميه السخنه ومليتها برضو 3 ارباع ارتفاع ميه سخنه، ودلوقتي هجيب الشوكليت كاستر اللي انا محضراه من الاول. ادي الشوكليت كاسترد، وده بيبقى شكله بعد ما يقعد في الثلاجه حوالي 8 ساعات بعد ما نخبزه، وانا دلوقتي بس هطلعه من الطبق عشان هرش عليه شويه سكر بودره. انا هرش شويه سكر بودره الاول وبعدين شويه كاكاو علشان يديله لون لذيذ. هحط كاكاو كتير يا دوب بس يخلي اللون جميل، السكر مع كاكاو. ودلوقتي ممكن برضو ازوقها بشويه كريمه، وممكن اسيبها زي كده، وانا متهيألي هسيبها زي كده لان انا بحبها بسيطه. الطعم الوحيد اللي بستمتع بيه بيبقى هو طعم الكاسترد. الحياه حلوه.